هاد الناس هادو راه ما بغاوش يتصالحوا معنا حنا مع المنطقه ديالنا اللي كاينه اللي مسميه الريف، ما بغاوش يتصالحوا معنا. كانوا قالوا لينا راه غادي نتصالحوا وكذا، ولكن تصالحوا مع الافراد ما تصالحوش مع المنطقه. المصالحه مع الفرد شيء ومع المنطقه شيء اخر. المنطقه راه عانت الويلات ومنذ عقود وعقود وعقود. علاش هاد الناس ما بغاوش يتصالحوا معنا؟ والمنطقه ديالنا ديال الريف راه هي اللي صنعت الملاحم التاريخ للمغرب، ولكن هاد الناس ما كيعترفوش بينا. واش معركه انوال اللي تسمت في اسبانيا في ساستري دي انوال، يعني كارثه انوال، هادي غادي نحسبوها حنا؟ ولا دابا حنا كنعيشوا لعنه محاربه الاستعمار؟ علاش حاربنا الاستعمار؟ خصنا ننتقموا منكم. انا اللي كنعتقد هو هذا هو التاويل ولا التفسير ديال اللي كنعيشوا حاليا. الريف راه يعاني حاليا. الحسيمه الشباب ديالها كلهم ماتوا في البحر، اللي هرب للضفه الاخرى هرب، اللي بقى في الدار خايف من الاعتقال. البارح خرجوا غير نسى في المظاهرات بعد سماع صدور الاحكام القاسيه، هذا النوع ديال الاحكام ما عرفناش شكون اللي صدرها، والله ما عرفنا منين جات. النفسيه من داك الشرفع والله الا خير من اللي صدروا الاحكام، لانهم هما ولا عندهم شي ضمير يمكن يكون كيوبخهم حاليا، ولكن هو لا، هو مرتاح للضمير.